السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة الكاملة، مصطفى يكشف الحقيقة الكاملة. ماذا يكشف؟ هيا بنا نعرف عن ماذا يتكلم. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، وشكرا لكم لدعمكم لي. يلا مع بعض نشوف شو بيحكي. يلا هسه نحكي، تفضل. أولا، لحد الآن نحن نجني ثمار سياسة الفيدرالية اللي كان على رأسها حجر وروا، وقانون الباهاماس بنفس اللاعبين اللي رانا اللي راهم معنا. لأنه اللاعبين لما جاو لاعبين شباب، على غرار باش ما نعودلكش البوكرة، نعودلك إلا اللاعبين اللي راهم يشركوا اليوم على بن ناصر، محرز، ابراهيمي وغيرهم. يعني هاد اللاعبين هادو منذ ذهاب الحاجة وروا ما شفناش لاعبين يعني برهنوا ولا برزوا وبروزهم جاوا للمنتخب الوطني. لانه حتى بن ناصر ولا حتى محرز، لو نعود قليل الى الوراء، ما كان حتى واحد يعرفهم لولا الاكتشاف، يعني السكاوت. نتكلموا على السكاوت ولا على السكوتينغ، ما راهوش ناس يعني اللي ما يعرفوش كرة القدم اللي قنعوا لاعبين. بالعكس، ناس خدموا في الخفاء باستراتيجية، بمحاولة إقناع الوالدين وكذلك الفريق تاعه ولا حتى المحيط تاعه باش اللاعبين هادو جاو. يعني تقول لي انه اللي يحب يجي لازم يبرهن النية تاعه، لكن احنا ثاني احنا بحاجه الى هاد اللاعبين، لازم احنا نروحوا نمشوا باش نقنعهم. لكن لو تسناهم هما يجوا، مش كيش انا راح يجوا، خاصه اللاعبين اللي برزوا اللي عندهم دوك اسم كبير، ما يقدروش يجوك، لانه دائما يبقاو يسنوا في المنتخب اللي حابين يلعبوا. حافز الرياضي ربما. اكيد حافز الرياضي، لكن لما نعود الى عدم تاهل المنتخب الوطني الى المونديال، اكيد انه اللاعبين هادو ربما لو تأهلنا راح يبرزوا الرغبة تاعهم باش يكونوا ضمن التعداد. لكن أنا ما نقدرش نشوف أنا اللاعبين اللي داروا التصفيات وعاناوا وسوفروا نخليهم ونجيب هاد اللاعبين. مثل ما حدث في 2005. لا، لازم نكونوا بكل صراحة. علاش أننا نديروا؟ لأنه أنا تولي أشياء اللي ربما راح تولي تفرقة. اللاعب اللي يدير كل التصفيات وكذا، ما تجيبوش وتجيب لاعب اللي ربما في آخر اللحظة يبدي الرغبة تاعه باش يلعب في الفريق الوطني. هذه أنا صراحة أنا ويبقى رأيي أنا ما نتقبلهاش هذه. لكن لو تعود لي إلى السياسة المنتهجة في الفيدرالية هذه الأولى اللي قبلها، أعتقد أنه ما قدروش حتى يقنع اللاعبين باش يجوا للمنتخب الأول، لأنه صراحة نحن بحاجة إلى لاعبين، إلى دماء جديدة. صح. الجزائريين اللي موجودين خارج الوطن، ما هوش إلا في فرنسا، كاين في ألمانيا، كاين في كندا، كاين في كل البلدان الأوروبية. لازم دي سكاوت تزلقي لعب في البطولة الهولندية، يعني لازم دي سكاوت. أنا شفت في الفيدرالية اللي فاتت اللي قبل شرف الدين عمارة، جابوا سبنيول. يعني سبنيول هادو عينيهم زروقة يشوفوا مليح، حنا عينينا كحولة ما نشوفوش مليح. يعني أنت تجيب سبنيول من إسبانيا لهنا باش يشوف لك لاعبين، وأنت عندك هنا الناس اللي تشوف، لأن ما نعرفوش نشوفوا تسمى أنت كي تقعد هكذا تشوف أنت لاعب. ربما تجيب تنزع النظارات، لازم تجيب اسبانيولي يجي يشوف هنا في الجزائر، اللي يعرف البطوله الجزائريه باش هو يشوف لك ويقول لك هذا مليح، فريد مليح ولا خزروني مليح. تسمح لنا ما عندناش عينينا، يعني تشوف اشياء اللي ربما، لكن حنا نعرفوا الناس كيفاش.